الواقع الأزهر الشريف يشارك للعام الثامن على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكعادة الأزهر لابد وأن تكون المشاركة الصادرة عن تفي بالمطلوب وتتناسب مع حجم المؤسسة وقدر الدولة، وبالتالي يشارك الأزهر الشريف في هذا المعرض هذا العام بمشاركات متعددة ما بين إصدارات علمية صدرت عن هيئات الأزهر المختلفة، مجمع البحوث الإسلامية، هيئة كبار العلماء، مركز الترجمة، الجامعة، مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، قطاع المعاهد الأزهرية، الرواق الأزهري. لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هناك ركن الفتوى وهو من أهم الأركان باعتباره يستقبل المئات من الأسئلة التي ترد على ألسنة الزائرين من خلال عرضها على وعاظ ووعظات الأزهر الشريف. كذلك الأزهر إيمانا منه بأهمية هذا العرس الثقافي، فقد اتخذ من فلسطين عربية، فلسطين في القلب، القدس العربية شعارا لجناحه هذا العام، وإيمانا منه كذلك بضرورة نوع من التضامن والتكامل والتكافل الاجتماعي، كان مشاركة بيت الزكاة المصري والذي يشرف بإشراف فضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. السنة دي احنا عارضين مجموعة من مخطوطات رواق المغاربة، والأروقة احنا مختارين السنة دي رواق المغاربة اللي كانت عبارة عن 33 رواق في جامع الأزهر، والرواق احتوى على مخطوطات من فنون مختلفة، يعني في مخطوطة أرجوزة ابن سينا في الطب، في مخطوطات في الفلك، في مخطوطات في القرآن وعلومه والتفسير، بالإضافة طبعا للحديث والعلوم المرتبطة بالعلوم الشرعية. بالنسبة لقسم المخطوطات، الناس بتنبهر أول ما بتدخل، لأن ده حاجة مختلفة عن الجزء المعروض للناس بره الكتب الحديثة. هنا بيتعاملوا إن ده جزء تاريخي أو زي الآثار، فبنلاقي رد الفعل الناس اللي انبهار فيهم إن هم بيتعمدوا يشرحوا لأولادهم، والكبار حتى بيفضل يعني بيتفاعلوا مع الخطوط الموجودة، تواريخ النسخ، المخطوطات القديمة. هو جناح الطفل كل ده سابع سنة بيشترك في هنا في المعرض، وبنقدم للأطفال على مدار اليوم أنشطة ترفيهية للأطفال، من الرسم والحكي والتلوين وإزرع بنفسك، وأنشطة كتير جدا متواجدة في الجناح. ده آخر إصدار للمجلة، طبعا الأسئلة الأطفال هي اللي طرحينها على فضيلة الإمام، وهو اللي مجاوب عليهم بنفسه. الأطفال بيجوا مخصوص عشان الترفيهات، وفي مسلسلات بنعرضها لهم وأغاني للمجلة برضه.